طيب عموما من اهل الجزيره هنروح لحضراتكم معانا مقر جريده الشروق مع زميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه والمانشيتات في الصحف والمواقع، واللي يعتبر واحد من اهمها على الاطلاق فكره ان البرازيل بيبحث عن العشره زي ما الاهلي بيدور على النجمه العشره افريقيا، البرازيل كمان بيبحث عن العشره على صعيد كوبا امريكا. روزان صباح الفل عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة. هنبدأ أول خبر من جريدة الشروق. كيزا أفضل لاعب في مواجهة إيطاليا وإسبانيا. فاز فيدريكو كيزا نجم إيطاليا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا، ووصل المنتخب الإيطالي قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة بفوزه القوي طبعا على المنتخب الإسباني. وسجل كيزا هدف في إيطاليا بطريقة رائعة مستغلا ارتباك الدفاع الإسباني. كمان من المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي في مباراة نهائية أمام إنجلترا أو الدنمارك يوم الأحد القادم. من جريدة الشرق الأوسط، إنجلترا تتسلح بالأرض والجمهور من أجل إزاحة الدنمارك وحجز بطاقة النهائي. تتسلح إنجلترا بالأرض والجمهور على ملعب ويمبلي في محاولة لحجز بطاقة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم يورو 2020 على حساب الدنمارك. وخاضت إنجلترا بطولة مثالية حتى الآن، فازت 4 مرات وتعادلت مرة لتصبح أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات في البطولة. كمان سيحصل منتخب الأسود الثلاثة بعدد من الجماهير المسموح بها بدخولها إلى الملعب ويمبلي في لندن، والبالغة 60,000 من أصل 90,000 متفرج بسبب بروتوكول فيروس كورونا. من الرياضية السعودية، البرازيل يبحث عن العاشرة. يعمل البرازيلي أدينور ليوناردو مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم مع نجوم السامبا على تحقيق اللقب العاشر في تاريخ المنتخب على مستوى بطولة كوبا أمريكا بعدما تأهل المباراة النهائية بالفوز على البيرو دون مقابل، ويدون السجل الذهبي للبطولة تحقيق البرازيل 9 ألقاب من خلال 37 مشاركة سابقة بعد الأوروغواي صاحب 15 لقب. وفي مشاركته لهذه النسخة يبحث منتخب السامبا عن رفع كأس البطولة للمرة العاشرة، ويعتبر هذا الوصول إلى المباراة النهائية للمرة 21 بعد 9 مرات طبعا تحقيق فيها اللقب و11 مرة تحقيق المركز الثاني من البطولة. وأخيرا من موقع اليوم السابع، أنس جابر بعد خروجها من ربع نهائي ويمبلدون للتنس: فخورة بنفسي وغدرت مرفوعة الرأس. أعربت نجمة التنس التونسية أنس جابر مصنفة رقم 24 عالميا عن فخرها للإنجاز التي حققته بالوصول إلى الدور ربع نهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وهي البطولة الثالثة من البطولات الأربعة الكبرى. وكتبت اللاعبة أنس عبر حسابها على تويتر: غدرت ويمبلدون مرفوعة الرأس وفخورة حقا بنفسي، مضيفة شكر خاص لفريقي ولكل الأشخاص المعنيين ولكل المعجبين بي حول العالم، أحبكم يا رفاق. دي كانت أبرز وأهم هنا الأخبار من موقع جريدة الشروق، بشكركم جدا وعودة ليكم الاستوديو مرة تانية. وأنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الرفاق بتوجه ليكي كمان أنت يا روزان بكل الشكر، وطبعا الشكر موصول لزميلنا العزيز محمد توفيق، ولسه مستمرين مع حضراتكم في سلسلة أخبارنا الخاصة بالرياضات العالمية. أخبار مهمة والمستجدات كمان، وملف بتاع أنس جابر يعني من الشخصيات الرياضية النسائية العربية اللي كلنا فخورين بيها واكيد زعلنا طبعا، بس معلش يعني الرياضه هي كده مفيش مشكله، بس هي ان هي توصل للرانكينجز كده وهي اصلا مش كبيره يعني في السن برضو، فلا بس يعني بالتوفيق ليها يعني ان شاء الله. هي اللي شرفتنا كعرب في هذا المحفل الرياضي العالمي. بس ان شاء الله دي بدايه كويسه للي جاي برضو. طبعا جدا.